الله يحفظكم، تحية الغاشي غريس حبابي وصحابي. هذا روح للدار، هذا روح للدار، هذا نروح على نقعد انا، ولا لا؟ انا على نقعد انا، اروح خبيسي، اروح وش مش قاعد، قولي انت وش قاعدنا؟ ها يا سيدي والله العظيم. وانه يا اخي سفيان. يا اخ اني هو وش بيك؟ راك حالف ولا؟ وش بيك يا ودي سي بون، استنى. انها فرصة من ذهب. نزار القباني يخرج بالكور، سي بون، صاي 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 صاي. فرز. زيو. شوفي لي ربي عايشك سمحيني على الفاصل، لا فاصل اشهاري صغير هذا سمحيني عليه. اورديناتور شكون راه يلعب معنا اليوم؟ زاهية تفضلي وقولي ستوب وقت ما حبيتي. ستوب ستوب رقم يا مينا رقم 6 يا مينا. اي راح تلعب معنا الله اليوم وبعد هذه. الأياشي يمينة اللي جاتنا من ولاية بشار وبالتحديد من بشار جديد، تبلغ من العمر 41 سنة، تحب كثيرا الأفلام الهندية وأغاني عبد الحليم حافظ. الأغنية المفضلة عندها هي بشرة خير لحسين الجسمي. تحلم يمينة بزيارة دبي، تحب تسمي البنكي بالحساد، إذا ربحت مبلغ محترم حابة تدير عمرة. نتمنى لك كل التوفيق يا الأخت يمينة. الأخت يمينة العياشي نعر اليوم من بشار، من حي بشار جديد بالتحديد، أليس كذلك؟ أم لثلاث أطفال اللي هما أشواق وعفاف وإلياس. أشواق وعفاف اللي في عمرهم؟ واحدة 18 عام، واحد 16 عام و10 سنين. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، ما كتبت فيه تموت على اللي فيهم تاع جانيتو اللي فيهم هنودة. تفون، بالتالي أستاذي ياكل معكم الخبز ان شاء الله. هو داخل مع اللي فيه مهنود على بالك. هو داخل معهم برك، شكون اللي يقدر دوك دوك يحط بلاصي واحده. شو ها ها حط روحها على التيرا، راح بلاصي واحده يبدا يخمم دوك يبدا على بالي، على بالي حط ابك. ما تقدرش تيماجيني الفرحه تاع فاطمه وتاع عيشوش، واحد السعاده راه قعدت في وسطهم، واحد ما قدرتش تيماجيني. خذ وزن تحب يا عبد العليم حافظ بيان سور ممتاز، حبينا نزوره ان شاء الله نديروه عطله في دبي غير هنا برك ان شاء الله. وعند تسميه اخرى بعد ما عندنا عليلو، بعد ما عندنا الماكر، بعدنا عندنا شكون اللي قال له يا ربي الطيب باه او يسلم عليك طيب فور، عطالو تغيير كاع، عطالو تغيير من الزد، من الزد تغيير الطيب باه. طيب وما طيب ومليح حبيبنا محمد تاع الصيف الاستاذ جامعي. انا خرجته. صحيح طيب هذاك هو بالعربيه دار سياسه، خاطش كاين لي كونديدا اللي يديروا سياسه. انا ما درتوش سياسه. كاين بارك الله فيك. كاين اللي يديروا السياسه يقول لك انا نسي، نقول له الطيب، قال له طيب با. صح خويا من البريمي ابل هو تغيير، هو داروا في المقلع، هو داروا في المقلع. انا هكذا بالتالي الاخت يمينة تعيط له مباشره حساد. حساد ديره نيشان ديركت حساد، يحب يحب سي نورمال، سي نورمال، سي نورمال. تفرحت انا عندك وبعد يقلع حالك، حيقلع حالك وبالك وبالك يا ودي ان شاء الله بلا لحقت عندك. هنا قالوا لي الزملاء بلي انت عندك علاقه كبيره مع رقم 6، حيث منذ بدايه هذا الاسبوع طيحي ثلاث ساعات تروازيام فوا دافيلي اللي طيحي فيها في السيس. نعاودوا نذكروا المشاهد الكريم بلي انت ديري عمليه قرعه قبل ما تلقى روحك كمان بالعلم، تسمى انت تروا فوا تيراج وصور سيس يخرجك في السيس. يا دراو السيس ساعه يخرج هذا ان شاء الله تكون عليا خير ان شاء الله، ان شاء الله. بالتالي حنايا عندي علاقه معاها ان شاء الله، ان شاء الله السيس لا خرجت عليا نقول واش ان شاء الله. عندك علاقه فما كاين حكايه مع السيس سي بون. المبالغ من 500 الى غير 500 مليون سنتيم. ليكستنتير وهنا المقصه وهنا مليحه كي ليكستنتير هنا يبعثوا لي اون يرجونس نطفي الاستاذي نطفيه طفيه استاذي انا. زيد لي وحده 200 مليون 100 مليون 300 مليون 400 مليون 500 مليون ما ننساوش يا يمينة يا مدام انه العلبة بونيس اللي متواجدة في العلبة تاع 250 الف دينار جزائري اليوم راح نسمعها من عند الاستاذ خير، كي تسمعها من عند الاستاذ المحضر القضائي شكون تحسها بلو سوليد، راك معايا؟ تحسها بلو سوليد اكزاكتومون، كي تحسها بلو سوليد تعرف مليح. دونك بالتالي بلو اوفيسيال بارك الله فيك استاذي 250 الف. مساء الخير استاذ. مساء الخير الاخ سفيان. 250 الف البونيس اليوم سي 3 ايطوال 750 الف دينار جزائري. الله الله 3 ايطوال 75 مليون سنتيم تديها وحدك بلا ملاسمات الا تحصلتي عليها وحليتي العلبه تاع 250 الف دينار جزائري في السلسله الاولى تاع ثلاثه. احنا هكذا الناس تعرف باللي دوكا كي مرينا لابار تاع 100 حصه
نوعوا من القوانين باش نعاودوا نزيدوا نعاودوا نردوا السياره ان شاء الله في 30 حلقه تاع شهر رمضان. راهم يقولوا واه حكايه مليحه، طوموبيل مليحه. هيا سي سلسله نبداوها، اتفضلي. رقم اربعة بخدة بخدة. انا خليني غير بخدة. لحيم الطري. لحيم الطري. انا نحي لي عاشور، تعيدي بخدة. بخدة. بخدة صحيح. رابع. شو رابع خويا؟ راهو دوكا اكشيالمون راهو مساعد تاع المدام، بصح على باز هو بيان سور حاكم بريغاد انترفونسيون. تفضل رابع. البطل اللي ما عجبتكش قول لي مولاه ناريتي. ها يا سيدي، ها يا بشكون على بالك؟ هذا باين باللي كان يخدم بكري كان داير الضل. انا نقول لك باين قال شوف البواطه اللي ما عجبتها. تسمى تيماجيني تتبلى انا رابحه. اها او نهت على بالك دار هكذا. روح ابعد. حاولوا نلقاو العلبه رقم ولا العلبه اللي فيها 250 باش ندوا البونيس اليوم. اخر فرصه في هذه العلبه باش تدي اليوم 75 مليون سنتيم. زيدي لي الان. محمد وينو؟ محمد حبيبنا البوشي خويا. الله الله يحيى البوشة. حمد سعيد زيدي لي ثلاثة. وغدا إن شاء الله صاحب البونيس راح يلعب على 100 مليون سنتيم. هاي المدير هاي. دوز. كان خيرتيها بلاصة محمد راكي ديتي من 75 مكتوب. هاي راح زيد لي واحدة. فاطمة الزهرة. زون اندستريال قالت فاطمة الزهرة. وحسن مسعود زاهية في زون اندستريال. تقلعهم بزوج من الطريق. لعندك 200. اباشا 200 يس. عندها الحق، هو عندها الحق، عندها الصح. قالت لك نقلع عاشور من الطريق. نحيت زون الديسرية فاطمة الزهراء نروح ديريكت عند عاشور. شكاين؟ خممتي مليح؟ أباك الأخر اللي قالوا هكذا جبت له 300 مليون. خممتي مليح؟ خممت. آخر كلمة. إكستنتر ولا 5000؟ 5000! يس! وشراك لاباس اميك لابا ولا لاباس. الله يبارك. يدي 100 مليون غدوه. ان شاء الله ورا المشكل. وعباك هي حلتها في كاتريام بوات، ما كان حلتها في تروازيام قريب. قال قريب ما تكي حليتي البواطه مزيه راه. قالوا تحسن
حاضر حاضر. البنك في اول اتصال له يعرض عليك مبلغ محترم جدا اللي هو مبلغ تاع 100,000 دينار جزائري 10 ملايين سنتيم اتي ولا خير. لما خمم لما خمم خلي وانت وما تخلوش تواصلوا معنا بعد ما الرساله قصيره تواصلوا 606 نبحوا الداتا داتا ميدا الله راي راي تحبط فيهم شغل الدبان بالواحد دق 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 ميدو حميدو 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 تخدم كورسات ايه صحيت تخدم كورسات ايه مليح ديكلاري خاطش كاين معليش عطيني كورسات تاع 5000 تخدم كورسات هو ماذا بها فوالا 5000 تقريبا تخدم كورسات اورويلايا باش نخدم اطول كورسات خدمتها اطول 18% لا دي دراهم ايه دراهم بصح لا ديستونس وين رحت؟ الأبران المشرية 18% ايه احنا في الطيارة هذه ان شاء الله لا لا ها روح شوفها قريب 800 ولا 900 كيلو و 18% ايه مليون و 800 ايه مهبول هذو اللي مدهم لك انا نقول لك تبعك الله 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 هبطه هبطه مالا مليحة 18% كنا ملاحة بالك اسمح لي قال لي كرتونة اللي ما تعجبك القصة اللي ما تعجبكش يهودا ولا يهودا وين روحوا؟ روح لي لحمد روح احمد ها راح الشلفه سيدي روح بابن احمد 200 مليون راحت من هنا هذه لا سيري وزيد عيط لنا دوكا في البونكي مور ما نزيدو نحلو زوج علب لعبه ما قبل اخيرا بس احمد صابة صابة انا رايحين عند استاذي عبد الله بون تحبوا تروحوا للضابط بلاش يا عبد الله دقيقه نوجد المشاهد الكريم تقدر تروح الكوزينه تعاود تولي لا عندك شغل ولا واحد حبيت كيف قار ويخرج بالكون يعاود لي استاذي دوك يحكم لا بارول تنحالو بلي بنو ان شاء الله بلي بنو بلي بنو بنو استاذي خفيف ظريف لا لا صاي وجد روحه هذا من دواعي السرور من تكون الكفاءه حاضره في حصه كيما هذه نعمه سبحان الله جاركم ماتر في الراديو وتعرفوا ما شاء الله صح والله يا سفيان سمعتكم اذاننا في التسعينات وفي الالفين حتى بها تشوفكم ابصارنا بارك الله فيك ساكننا نستمتعوا بك يا شيخ الله يعطيك ما تمنى مزيه انتك ان شاء الله زعما كحله كنت نقلبها معك ميسيبا سيده يمينة قد يكثر المال يوما بعد قلته وقد يكتسي العود بعد اليبس بالورق شكرا هيا 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 لحق هيا 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 هالو لا لا فاش عجبني كرم القصيدة سي بون قال لك هيا هيا اطلق يرحم باباك بارك الله فيك قال لك في خاطر عبد الله وفي خاطر استاذي في خاطر معسكر في خاطر قداه ملي قداه في زف في زف وفي خاطر سفيان المنسط الفنان هيا سيدي بارك الله فيك هيا روح شاطك مع الاولى 10 ملايين الزوجه فوا دو 20 مليون سنتيم يا سيدي 20 مليون سنتيم في اثنين إذا سمحت فاصل عنده تلقى بعد هذا عسلامتكم مرحبا بكم معنا في الجزء الثاني معنا الأخت يمينة من بشار نهى اليوم بشار جديد بالحي بالتحديد أم لثلاث أطفال الله يبارك حلينا السلسلة ستة ومن بعد ثلاثة ضيعنا في السلسلة الأولى تاع ثلاثة مبلغ تاع 750 ألف دينار جزائري يحب يقول علبة تاع البونس غدا إن شاء الله لا يلعب معنا ولا الأخت تاع تلعب معنا راح تلعب على العلبة تاع البونس فيها 100 مليون سنتيم تديها وحدها لازم تحلها قبل لا تروزيام بوات هذه حاجة ثاني معلومة اللي كان يتبع لي ميسيون طوميو اللي هذا ملتحق بينا نقولوا له بالبنك عطاك عرضين المرة الأولى عطاك 10 ملايين قبل الفاصل عطيتك العرض باش تخليك تخمي قال لك نردها فواتي 20 مليون سنتيم في خطر سفيس
خمي. علاش انا ما قلتش خمي تما ماشي لابان دي وي مي حاب نقول لك هاد المعلومات عاودي دخلي مرت في مخك تفضل 10 ولا 20 تدي ولا تخلي؟ خلي خلي والمخ ها وتواصلوا معنا انتوما ابعثوا لنا رساله قصيره 0606 باش تدوا نصف المبلغ اللي كنت تحصل عليه الاخت يمينه منا لغايه نهايه الحصه تاعنا. عيشوش الرجليه وعيشوش هاي عيشوش السيدي هاي محاميه القصر الاخت عيشوش 17 نهار اليوم تقول 10 ملايين سنتيم 10 ملايين سنتيم 10 ملايين سنتيم. ميستي الاستاذ نعم ميستي 10 ملايين قلت له هذا اللي مدالك البنك يا مشات. الارقام في حياتنا عندهم سحر عندهم سر صحيح. مثلا انت سفيان زيد في 27 سبتمبر 1971 اخا شوف هبت لك ورطي كاع يا اخو شوف خليني وما كنت نكذب على العباد يا اخو على سبعة زيد 2 9 والشهر 9 و1971 تجمع حتى 18 8 زيد 1 9 وانا البوات هذه 9 ساعة في حياتك حاجة مليحة حتى تاريخ ميلاد بنتك نهى و الله أكبر سمعت أنا من المستحسن من المستحسن تحلي البواطة خاطر أني نشوفك هاك لحق لي المدار حل البواطة أخويا أني شايفك جاي تايا ومع نولو في كدا وإذا جايك عارفك وين جايك ها بابا جايك في الطوب البهجة في 97 كاينة وزينة القعدة صاب دير انا اون فين كونت ما عندي علاقة مع التساهم ولا ما كنتش على بالي. اهو شنو ولا 2000 صراحة راحة وتزاير شوف في 2008 كلهم عندهم 9 و9 ناس ملاح ماشي ناس ملاح و9 ناس ملاح عندك في حتى حياتك انت ناس ملاح اي يعطيك الصحة. هيا قلمة الديس الديس هيا قلمة كريتو كريتو مليحة عدنا على أخينا مليحة مليحة اللي حليناهم لا صافي لا عطانا 10 ملايين عطانا 20 مليون شا يقول دوك استاذ صحيت قال لك انا نواصل في السياسه تاع الاستاذ خميستي بحيث التسعه هذا خرج عليها انا ما كانش مشكل عطيتكم 10 ومن بعد رجعتها في 2 ولات 20 انا تلمو القصه تاع الساعه عجبتني قال لي نزيد 9 ملايين تولي 29 مليون سنتيم 290 الف دينار جزائري عرض تاع البنك عجبته السياسه تاع خميستي تواصل معها تدي ولا تخلي لا تلاحظي كيما راني نلاحظ انا العروض تاعو هم طالعين صح ماهمش طالعين هم طالعين كيما نقولوا بشويه راهو يعس دارو ماركت صح 10 ما در دافوا 2 ويشوفك واش تاكي دوك حليتي 3 بواط ملاح ما راحش بعيد معاك صح ماشي رياليتي 20 هو زعما احتجج بالاستاذ خميستي قال 29 بصح ما زادش قنطار مع العلم انا وباقي كاب المبالغ الكبار ما عدا العلبة تاع 200 مليون يحب يقول العلبة تاع 100 مليون تاع 300 تاع 400 تاع 500 باقيين صح تاع 50 مليون صح باقيين وباقي من هيك يا بابا 5000 50000 75 100000 مسكة اكس اكستنتر و 750 هذه المعلومة ديرها مليح في بالك 2 4 5 2 4
بالتالي 290 ألف دينار جزائري عرض البنك تدي ولا تخلي؟ خلي خلي. تواصلوا معنا حلوا سلسلة تاع ثلاثة ثم تواصلوا معنا بعثنا رسالة قصيرة تواصلوا 60 66 00 93 يا أمين أمين يكونوا ثلاثة ملاح إن شاء الله محمد 19 محمد 15 حبيبنا ريستوراتور ها يا سيدي محمد الخير عليكم سفيان مساء الخير محمد بوروسيا دورتموند حراش دونك زيدي لي وحده 22 زكريا زكريا رقم 22 بونسونس من العاصمة مليحة فهمتين هاي اوف مليح سيدي لي وحدة نسلكم من هابط فاطنة 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 رقم واحد نيميرو ان فاطنة وزارة الثقافة كان نلقاو عندك اكستنتر ان شاء الله يا رب 50 ألف 100 ألف ياس 100 ألف حاضر حليتي علبة 400 مليون وحلتي علبتين ملاح ما يساعدوك وما يساعدوهش هو صح؟ صح بالتالي خبط نقعد كيما راني 29 خاطرك لازم تفهمي حاجه والمشاهد الكريم لازم يفهم حاجه هو ال شو اسمه العروض تاعو يتماشاو على واش تفتحي مع العلم وانا على بالو كي واش هو على بالو واش عندي اوكي دونك هو حساب واش عندك وحساب واش حليتي مو قادر يحبط مو قادر يطلع هذه المعلومه لازم تكون عام مو قادر يحبط مو قادر يطلع انا قال لك ريح 29 هاي يا ميتين وتسعين ألف دينار جزائري عرض آخر من البنك تقولي خلي خلي وانتوما مع السلسلة تاع ثلاثة اتواصلوا بلا سامة 66 00 نفتحوا ثلاثة نجيب نجيب 14 هاي نجيب شوف ليك سنتر يا نجيب فهمتي ولا قعدت 290 ألف دوك 500 مليون سنتيم دير فاطمة فاطمة النية نية حاضر فاطمة اكستنتير راني ندوموندي فيه بون شانس الله الله سلكي لي في واحدة لا دينير قبل ما عيطنا سلكينا فيها سلكينا فيها محمد وينو محمد حبيبنا مينويزي حاضر سلكينا منها يا بابا يا بابا راه هنا ان شاء الله استنتاج ماذا بيك يا اخوي نطفوا به النار نطفوا به النار نطفوا به النار يا بس C'était prévisible. Albank. يعرض عليك تغيير سيتي بريفيزيبل
باين. خلوك تخمي، خلوك تخمي. هاي سيدي خلوك تخمي مش ما تقولوش. وكيفاش فاصل وانا تواصل. اهلا ومرحبا بكم معنا في الجزء الثالث والاخير تحصتنا اليوم مع الاخت يمينة العياشي من بشار، من بشار جديد بالتحديد، اللي راهي لحقت الواحد المرحله صعيبه. يحب يقول سيتي ان جو، باقي علبتين، واحده فيها 100 مليون واحده فيها 300 مليون، وباقي علبه فيها 50,000 وفيها اكستنجر. الان تعرض عليك. خلي ايه بصح كاين دي جون دا وين جاو باش ندير لهم انا زعما الخدمه ديالي. ايه على بال سامحيني دوك كيف كاين الناس هذا وين تحقوا باش نحطهم في الصوره نقول لهم لي فوالا، عيط لك البنكي قال لك دوكا انت عارضه رافضه كامل قال لك التغيير. انت واش قلتي؟ خلي استاذ خالد، الاستاذ خالد كان شونجات دارت لافير يا درا واش عندك؟ اعطيني تو نقول لك الاستاذ. جاهية حاسي مسعود، حاسي مسعود الوافدة الجديدة هي اللي خرجتك في القرعة. إن شاء الله تكون عندها ال إن شاء الله تكون عندها أبعد. إن شاء الله فيها خير. الله الله. هاني جاي بيك مقلق أسيدي، إيش بيك هذا؟ شحال كره الهضره هذه انا؟ صغير. ها؟ صغير. 10 ملايين سنتيم. ادي ولا خلي. البنك يعرض عليك مبلغ المالي الاول كاع اللي هو 10 ملايين سنتيم. بعقلك وحنا ورانا ايه؟ احنا ماشي كل يوم تلقى لنا بواطه فيها 350 صح؟ ماشي كل يوم، الله بعقلك. بصح اسكو تروحي للدار 300 ولا تروحي؟ ولا نروح ب 50 صحيت هاي الوعرة. باكي شتي حبيبنا قال لك ودي كرسيات ب 1800 حتى تحكم لي طاكسي الخروبه. لا لا عطاك 10 ملايين. 50,000 نهضرك على العرض تاع البنك. عن بالك تحكي على البنك تاع البنك. لو كان نخلي العرض تاع البنك الاخرى. 50,000 لا 25,000 25,000 عاد نزيد من عندي باش نروح. صحيتي صحيتي 50,000 ماهيش تاعك انت على انا ولا اسامه. صحيت و 300 مليون ماهيش تاعك ثاني انا ولا اسامه. لا ولا اسامه صحيت باش نعاود نذكروها. لعبة لعبة أنا أقول باللي تهلكت هاي عنا شوف لا لا أطلق. اباك انا كيقول لك لعبه كي قلت لك خلينا قلت لك لعبه. علاه لعبه؟ علاه نقول لعبه انا؟ بسمع دون تو لي كات فيغور ما نعرفش داخل لابوا كيما انت دون تو لي كات فيغور انا نوجد الكونديدا ولا كون نوجدها لعبه تسمى لا لعبه نورمال نورمال لو فيها 300 ولا نورمال عادي هاكي قابلتها. بالتالي انا فهميني برك وعلاه انت 10 ملايين لا لا 20 مليون لا لا
30 مليون لا 29 مليون جوج خطرات لا التبديل لا عمرك ما قلتي ندي خاطي غير تخلي كم العروض صح؟ لا لا تفضلي دوكا المومون باش تحكي لي على الستة هاي الستة ملي دخلتها هي معايا علاش ما عتالي نبدلها هي ما باش تبدلني انا نبدلها الا معاها تكمل سي فاصون دريفليشيغ واه لعبة هي على كل حال هي ما بعرفش تخطيك وساعتي ما تعرفيش شكون حابه تخطيك خيرا او شرا معليش انا نقول باللي هردتها معليش قلت ليه معليش مبروك عليك مبلغ 300 مليون سنتيم مبروك عليك المبلغ 300 مليون سنتيم الو يا مينا من بشار في البنك الجامعة في العبيدي اوفا دوكا قلت لنا اوفا قالت لنا على بنتي هذه لقطت نيسونس تاع بنتها احكي لي جيبي وانا قاعد نقول لك شو علاقه عندك مع السته وربحتي عليها ربحت عليها كنت ناويه الخير فيها قلت يا نربح كي ما ربح عليها تانيك حبيبنا مصطفى في الشيفر تاع والمدام والاخر بنته تانيك اللي هي الله يبارك مبروك عليك مبلغ 300 مليون سنتيم تقتسمه مع صاحب الاس ام اس انت يا اختي يمينه وتحياتنا لك بصوت جديد لنا التحيه لكامل لي كونديدا تاعكم كانت ايميسيون مشوقه فيها سسبنس البنك حاول معاها الى اخر دقيقه باش نحي لها العلبه تاعها قاعده مصممه لانه ثلاث مرات متتاليه منذ بدايه هذا الاسبوع هو رقم سته يطيح معاها في عمليه قرعه تصور انه تدير عمليه قرعه تاخذ رقم سته ثلاث مرات طافيلي قرعه شي قال ما يعطوها لك بالتالي احنا نقول للاخت يمينه كان مكتوب عليك تدي لنا اليوم المبلغ هذا بصحتك وبصحه حبيبنا الاس ام اس لا وضعت اسمه الان في الصوره احنا نقول لكم شكرا لكم تلقاو بكم غدا ان شاء الله في عدد واحد اخر تعدي ولا خليه